أنهى ريال مدريد استعداداته لمواجهة ليجانيس المقررة الاثنين على ملعب سانتياغو برنابيو في الجولة 32 من الدوري الإسباني لكرة القدم في ميران غاب عنه الألماني توني كروس بسبب معاناته من آلام بالمعدة. وبذلك أصبحت مشاركة لاعب الوسط الألماني في مباراة ليجانيس غير مؤكدة حيث شعر بإعياء ولم يحضر التدريبات. وغاب أيضا عن الميران الحارس البلجيكي تيبو كورتوا الذي لم تسر عملية تعافيه كما كان متوقعا، ولن يخاطر الجهاز الفني للفريق بالدفع به قبل اكتمال شفائه. كما غاب أيضا عن الميران للإصابة كل من المدافع سيرخيو راموس والمهاجم البرازيلي الصاعد فينيسيوس جونيور في حين تدرب باقي الفريق بشكل طبيعي. من جهة أخرى أبدى المدير الفني لريال مدريد الفرنسي زين الدين زيدان رغبته في رؤية البرازيلي فينيسيوس جونيور يلعب بين صفوف فريقه، مشيرا إلى أنه يتطلع لاستعادة اللاعب الشاب قبل انتهاء الموسم، لكنه لم يحدد إطارا زمنيا لعودته. وأكد زيدان أن اللاعب البرازيلي يدخل ضمن حساباته للموسم القادم، مؤكدا أنه أحد اللاعبين الذين انضموا للفريق هذا الموسم وهو يافع جدا. En breve va a estar con nosotros.